وبداية محطة جديدة، أنت من قبل وأنت إعلامي وعندك محبين وعندك جمهور، كم مرة أطلع معنا وياه نروح مشوار ويجون ناس يعرفونه؟ إيه تذكر؟ مشوار الشرقية. إيه يجون يصورون معه، يجون يصورون معه، وكان عبد الله يعلق علي أنا وطلال يقول بعدين يصورون معكم الناس. عبد الله أنت نجم، والفترة اللي أنت قضيتها معنا فترة يمكن تكون هي من أجمل الفترات اللي أنت مريت فيها. مشوارك إن شاء الله بيبدأ إن شاء الله من هالبرنامج هذا، ومن خروجك مع الباب خلاص بيبدأ مشوار جديد إن شاء الله، بيستمر إن شاء الله نجاحك، وأتمنى لك التوفيق. وبفقدك يا عبد الله مرة. الحين قل لي بالله، إذا طلعت ولبست لبس آخذ رأي مين؟ أقول هذه الألوان مناسبة ولا لا؟ علمني. بعد من يسق لبس بعد. كان هو اللي يقول لي يا خالد هذا اللبس مناسب أو لا راح أغيره. أنا بفقد حاجة واحدة. كل علومه غانمه، بس في حاجه ابفقد النطفي. ترى هذه ما حد يعرفها.